هذا اللي حصل بمستوى ضربة المطار اللي حصل رسالة واضحة. فبالتالي من يمتلك هذه الطائرات درون؟ احنا خلينا نكتشف لو جهاز مخابراتي قوي بالتنسيق مع السفارة، وهذا الاحتمال وارد، يعني احتمال الحرب الشيعية الشيعية، يعني الغرب انتهى من الإسلام السني بشقيه الوهابي والإخوانتي، وبالتالي هذا العقد يعني حسب ما أتابع أنه فعلا يجب أن يقضى أو تخفف من قوة الإسلام السياسي الشيعي، وبالتالي كل السيناريوهات واردة. الآن حقيقة أكو شيطنة للحشد ولقوى المقاومة ولخطاب واضح، خطاب خليجي، مؤسسات إعلامية كبيرة وصار لها فترة تشتغل عليه، وبالتالي مثل هذا ممكن يجر الجيش لمواجهة مع الفصائل وتحدث الفتنة الكبرى، وهذا يخدم إسرائيل. إسرائيل مخططها واضح، يعني إحنا مو نحكي عن طرفين ملائكة، وإسرائيل اللي اختالت علماء واللي سوت عمليات، وبالتالي فعلا أكو تحدي. منو هاي الجهة اللي تقدر تنفذ هيك عملية؟ انت بدي شيء ما صارت هاي العمليات احمد؟ لا ما انضرب الحشد بطائرات درون، ولا امريكا رفض قالت احنا ما ندري، والتحالف الدولي قال ما ندري، والحكومه العراقيه قالت ما ندري. صارت لما صارت مو صارت اكثر من مره؟ شنو المشكله اذا تكررت؟